نحب نقول اللي من المؤسف جدا أن بعد 6 سنوات من صدور دستور الجمهورية الثانية، هذا الدستور اللي شاركت في كتابة نساء تونس والمجتمع المدني، واللي ينص من بين فصوله الفصل 46 اللي ينص يلزم الدولة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء. كذلك من المؤسف أنه بعد 3 سنوات من صدور القانون الأساسي لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، واللي احنا كربطات ناخبات تونسيات شاركنا في كتابته وتوصلنا مع مكونات المجتمع المدني لإدراج العنف السياسي في هذا القانون، هذا القانون اللي صادق عليه مجلس نواب الشعب بالإجماع. إذن أمام هذه الترسانة من القوانين، احنا الآن في مواجهة يعني مرعبة ومفزعة لتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء، رغم المجهودات اللي يقوم به المجتمع المدني للتحسيس والتوعية والتكوين، خاصة بالأساس العمل على تطبيق الفعلي لهذا القانون. كان من المفروض أن بعد هذه السنوات، أن حاليا رانا احنا قاعدين نقيموا في العمل متاعنا كمجتمع مدني كأصحاب قرار، باش نشوفوا أين وصلنا للحد ولا للتقليص من ظاهرة العنف ضد النساء. كان من المفروض أن يكون عندنا إحصائيات يعني تظهر لنا تقليص العدد العنف السياسي ضد النساء، لكن هذا كله ما صارش. احنا حاليا أمام تفاقم خطير ومفزع لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكالية، عنف اقتصادي، سياسي، معنوي، اجتماعي. الرقم اللي عنا حاليا يعني من طرف وزارة المرأة، اللي من 2017 إلى 2019 فما هناك حسب التقريب 45 ألف قضية عنف ضد الأطفال والنساء. نصف النساء اللي أعمارهم بين 18 سنة و69 سنة تعرضوا في حياتهم إلى عنف، سواء معنوي، اقتصادي، اجتماعي، مادي. فما الرقم الأخضر اللي عملته وزارة المرأة، اللي هو فما حسب تقريب 3500 إشعار في السنة، يعني والرقم هذايا يعني نزيد خلال الحجر الصحي، وصل حتى 4600 حالة إشعار. يعني نسبة العنف ضد النساء منذ الحجر الصحي تفاقمت أبوبغي ب8%، لكن نحب نقول اللي ما فماش إحصائيات رسمية لحد الآن فيما يخص العنف الموجه ضد النساء. أكثر أنواع العنف مسلط على النساء هي العنف الأسري، العنف المعنوي، العنف الجنسي، وتليه العنف الجسدي والعنف الاقتصادي. المرأة التونسية يعني يمارس عليها كل أنواع العنف، يعني العنف في الفضاء العام، في الفضاء الخاص، في المواقع الاتصال الاجتماعي، عنف أسري، عنف معنوي، عنف جسدي. يعني كما قلت لك يعني الإحصائيات نتاع العنف ضد النساء معناش، لكن اللي نلاحظوا فيه اللي فما عنف مستشري، عمل يستشرى العنف، لكن الحاجة اللي نجموا نسجلوها اللي تويكا مسألة العنف ما عادش ان سوجي تابو بالنسبة للنساء، ولاو يحكيوا عليها، ولاو يندوا بالعنف اللي تعرضوا له، وخاصة العنف السياسي. قبل ما كان النساء ما كانتش تحكي على العنف السياسي، توا ولاو يقدموا شهاداتهم ويتكلموا ويطالبوا بحقهم باش اللي يعرفوا اللي فما قانون يحميهم. وقت اللي نلقاو النساء يعني اللي كل امرأة اللي تعبر على موقفها وعلى آرائها وإلا تعلي صوتها تتعرض إلى الترذيل، تتعرض إلى الشتم، إلى الإهانة. هذا عنف سياسي الهدف منه هو يعني إزاحة النساء من مراكز القرار. العنف ضد النساء في كل المستويات الاجتماعية، في كل الطبقات، يعني مش محتكر على فئة معينة من غير الأخرى. دونك راو النساء على جميع المستويات قاعدين يتعرضوا إلى العنف، سواء النساء اللي في المناطق الريفية، عاملات المنازل، عاملات في القطاع الخاص، الموظفات، في الوزيرات، اللي يخدموا في وظائف علوى للدولة. يعني
يعني انواع العنف مسلطه على جميع فئات النساء، ما فماش النساء مستثنيه من العنف. نقولوا العنف السياسي مش بالضروره يكون يعني في عنف مادي، يعني احنا وقت نراو ان ضعف تركيبه النساء في الحكومه مثلا، يعني واقصاء النساء من المراكز العليا في الوظائف العليا للدوله، هذاك بطبيعته هو العنف السياسي مسلط على النساء. هو الاشكاليات المطروحه حاليا لتطبيق القانون على ارض الواقع، اولا فما اتخاذ الدوله لتطبيق هذا القانون، فماش اراده سياسيه لتطبيق هذا القانون، ما فماش الى حد الان، لم يرصد يعني ميزانيه خاصه بقانون العنف هذايا، ما فماش يعني استراتيجيه متكامله بين المتدخلين ومؤسسة الدولة كيما وزارة التربية، وزارة العدل، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش ينجموا هذوما يعملوا استراتيجية موحدة باش ينجموا لرسم برامج وخطط للقضاء على العنف ضد المرأة. مثلا هنا ما فماش إلى حد الآن العدد غير كافي بالنسبة لمراكز الإيواء للنساء المعنفات. المراكز هذوما تفتقر إلى عدة أشياء كما مثلا الإحاطة النفسية للنساء المعنفات. بالنسبة لوزارة العدل يعني نقول الإجراءات يعني معقدة وطويلة بالنسبة للتقاضي للنساء، ما فماش إعانات عدلية بالنسبة للنساء المعنفات ضحايا العنف، ما فماش أماكن مخصصة للنساء في وزارة العدل باش ينجموا هما يقدموا قضاياهم يعني ويكونوا بكل أريحية. نطلب كذلك مزيد تأهيل الفرق المختصة اللي هما يستقبلوا نساء ضحايا العنف، يعني باش يكون استقبال لائق، ارشاد يعني يلزموا يرشدوهم باش ينجموا يوجهوهم وين يمشيو، فماش يلزم يكون فماش ضغوطات باش يتنازوا على القضايا نتاعهم. حتى الفرق المختصه اللي هي مكلفه بقضايا العنف ضد النساء هما بيدهم يفتقدوا الى وسائل لوجستيكيه باش يعملوا، ما فماش مثلا وسائل نقل باش ينجموا ينجدوا يمشوا لنجد النساء المعنفات وخاصه في المناطق البعيدة والمناطق الريفية وغير ذلك. لكن الإشكال في الإجراءات المعقدة في مسألة التقاضي وطول التقاضي اللي يخلي النساء يوليو يقلقوا ويوليو في الاخر ما عادش يواصلوا تقديم القضايا نتاعهم. هذه من الاشكاليات اللي احنا سجلناها واللي عايناها. لاحظنا اللي تكاثر العنف السياسي يعني هو في ازدياد. علاش؟ على خاطر فما ممارسات الافلات من العقاب. وهوني نحب انا نذكر اللي صاير حاليا في مجلس نواب الشعب اللي راو يعني العنف المستشري ضد نساء يعني نائبات مجلس نواب الشعب، واللي هما اللي العنف ذي ما يستهدفش برامجهم والا استراتيجيه العمل نتاعهم والا توجهاتهم السياسيه، يستهدف ذواتهن وكرامتهن دونك ويرذلهم. كل هذا يصير في يعني في رحاب مجلس النواب اللي هو كان من المفروض ان يعطي المثل ويحرص على احترام وتطبيق القانون. احنا رابطه نخبه تونسيات يعني وثقنا عنف مسلط على النساء برلمانيات، وكرابطة يعني احنا اخذينا على خاطئنا باش يعني نقوموا بقضايا لفائدة النساء المعنفات في البرلمان. لكن اللي لاحظوه اللي هناك فما طول الإجراءات القانونية، ونلقاو اللي البرلمانيين اللي يتعسفوا على نساء البرلمانيات هما يعني يخدموا تحت يتخباوا تحت الحصانة البرلمانية. إلى الآن ما لم يقع البت في قضية يعني اللي هي تخص النساء المعنفات من الناحية السياسية. حاليا احنا نعيش في أزمة أخلاقية، يعني قدام يعني تكاثر العنف يعني بكل أشكاله، وكأننا أصبحنا نطبع مع العنف، وخاصة وقت نراو اللي عنف يصدر من أعلى سلطة في البلاد اللي هي مجلس نواب الشعب. والصورة هذه اللي يعطيوها للتونسي تخليه أولا
يعني يولي هو بطبعه يعني عنيف ويبدا عنده فكره يعني فكره خايبه برشا على السياسيين، ويقول لك مادام يعني الناس في المستوى هذايا يعنفوا وما يقعش محاسبتهم والا عقابهم، ما بالك بالمواطن العادي. دونك هذوما احنا بالمناسبه نحطوا يعني مجلس نواب الشعب نحطوا امام مسؤوليات باش يتحمل مسؤوليات ويعمل على تطبيق القانون، وفماش حاجه يعني اللي نجموا احنا كمجتمع مدني اللي نساهموا فيها هي من اجل تطبيق القانون. كنا وما زلنا في المقدمه لمزيد التعريف بهذا القانون، قمنا بدورات تكوينيه للنساء، قمنا بدورات تكوينيه للمحاميات والقاضيات حتى يشوفوا كيفاش يتفاعلوا مع هذا القانون، كذلك قمنا بدورات تكوينيه لاعوان ليزي حتى ياخذوا بعين الاعتبار يعني العنف السياسي المسلط على النساء خلال المسار الانتخابي، اصدرنا دراسات حول العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف السياسي، ودراسه حول العنف السياسي موجه ضد النساء، لكن الدراسات هذوما والتوصيات هذوما كنا احنا نبلغوهم الى الاحزاب السياسيه، نبلغوهم الى مجلس النواب في انتظار ان يتفاعلوا مع هذه التوصيات، وتكون يعني عمل مشترك بيناتنا باش نجموا نفعلوا القانون هذايا على ارض الواقع. احنا رابطه الناخبات التونسيات يعني كنا شاركنا في كتابه القانون الاساسي لمناهضه كل الاشكال العنف ضد المراه، وتواصلنا مع مكونات المجتمع المدني لادراج العنف السياسي في هذا، احنا نخدموا ونراقبوا ونلاحظوا ونوثقوا كل حالات العنف السياسي ضد النساء، المنتخبات، المترشحات، النشيطات في المجتمع المدني، النشيطات في النقابات. رابطة الناخبات التونسيات نعملوا على توعية النساء ونحسوهم ونشجعوهم باش يشاركوا في الحياة السياسية والحياة العامة من خلال دورات تكوينية حول حقوق الإنسان، حول النوع الاجتماعي، حول المناصرة، وكذلك نعملوا على مرافقتهم وتوثيق ورصد كل حالات العنف السياسي اللي تسلط عليهم خلال مسارهم الحزبي أو الجمعياتي أو النقابي، ونوثق كل الحالات هذه ونصدر توصياتنا وتقاريرنا إلى البرلمان وإلى ليزي باش تاخذ بعين الاعتبار العنف السياسي المسلط على النساء كمترشحات كناخبات وكملاحظات. نعملوا على توثيق حالات العنف السياسي ضد النساء في كمل المسار الانتخابي. يعني بالنسبة للمترشحات، هناك عنف سياسي موجه للمترشحات من طرف الأحزاب السياسية، هناك يعني إقصاء من القائمة الانتخابية، استغلال الكفاءات النسائية ثم بعد ذلك ما يخذوش بعين الاعتبار يعني أما توصياتهم وإلا باش ينجموا يكونوا في القائمات الانتخابية، عنف في على طريق التواصل الاجتماعي. بالنسبة للناخبات كذلك فما عنف مسلط على الناخبات، يعني فما إملاءات عائلية، فما عنف في الفضاء العام كيف، فما عدة نساء اللي ما عندهمش بطاقات تعريف وطنية اللي ما نجموش يمارسوا حياتهم يعني اليومية وحياتهم السياسية، وهذا عنف يعني بامتياز ضد النساء. عنف كذلك مسلط على الملاحظات والملاحظين خلال المسار الانتخابي، واللي يحد من مهمتهم باش يلاحظوا الانتخابات يعني بصفة شفافة. هذه أنواع العنف اللي تتسلط على النساء في المسار الانتخابي. دونك فما استغلال كذلك للطاقات النساء باش ما يكونوش يعني فاعلات في المشهد السياسي، وراو اللي احنا أغلب الأحزاب السياسية راو تركيبتها رجالية، وما تطبقش يعني التناصف في تركيبتها، وما تاخذوش بعين الاعتبار يعني مجهودات ونضالات النساء صلب الأحزاب نتاعهم. كل
الأحزاب من غير اكسبسيون. والدليل على ذلك اللي الأحزاب هذه هي في قانون نتاعها ما تحترفش التناصف اللي نص عليه الدستور الجمهورية الثانية. ما فماش تناصف باش يلزمهم الأحزاب كيف كيف يعني تحاول يعني تطور من قوانينها وتدرج النساء في القائمات الانتخابية بصفة بالتناوب وتأخذ بين الاعتبار كل ما جاء به دستور الجمهورية الثانية وخاصة فصل 46 من الدستور.